يعد إنفاذ القانون بحق مخالفي ارتداء الكمامة في المحلات التجارية والأماكن العامة أمرا أساسيا من أجل تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا. وفي هذا الإطار تأتي جهود مديريات الشرطة لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تستمر حملات إنفاذ القانون الهادفة إلى تعزيز الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا، وفي هذا الإطار تقوم مديريات الشرطة في محافظات المملكة بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص الذين لا يلتزمون بارتداء كمامة الوجه أثناء تواجدهم في الأماكن العامة والمحال التجارية، مع التأكيد على الجميع بأهمية الالتزام وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي وعدم التجمع لأكثر من 5 أشخاص. لا شك بأن التباعد الاجتماعي وارتداء الكمام أمران هامان لمواجهة فيروس كورونا، لذلك لا زالت مديرية شرطة المحافظة الشمالية مستمرة في إنفاذ القانون، وذلك من خلال توزيع الدوريات الراكبة والراجلة في عموم نطاق المحافظة الشمالية بهدف استهداف الأماكن الهامة مثل السواحل والأسواق للحفاظ على التباعد الاجتماعي ومخالفة الغير ملتزمين بارتداء الكمام. وأيضا قامت مديرية شرطة المحافظة الشمالية بمبادرة وهي توزيع كمامات لصغار السن بهدف تعزيز أهمية ارتداء الكمام لجميع الفئات العمرية، ونأمل من جميع المواطنين والمقيمين الالتزام بقرارات اللجنة التنسيقية للحد من انتشار فيروس كورونا. بسبب الأوضاع الحالية تفشي فيروس كورونا التباعد الاجتماعي عشان مصلحتكم ومصلحة الجميع. الكمام شيء ضروري لازم تخليه عندك في السيارة، إذا بتروح الأماكن العامة مثل عندك السوق المجمع لازم ترتدي. حالياً بحرر لك المخالفة، لابس غفاز بس مو لابس الكمام، والكمام ترى مهم مثل ما هما الاثنين مهمين، بعد الكمام مهم، فلازم ترتدي الكمام. بس مرة ثانية ما عليك أمر، حاول ترتدي الكمام أثناء خروجك من المنزل. إن التزام المواطن والمقيم بالإجراءات الاحترازية يمثل خير ضمانة للحماية المطلوبة من هذا الفيروس، وبالتالي حماية الفرد وسلامة المجتمع بالدرجة الأولى، الأمر الذي يسهم في دعم جهود المملكة في التصدي لهذه الجائحة.